بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم. في البداية يلا صلوا على أشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم أصدقائي، خوتي وخواتاتي، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير، كل واحد باسمه، كل واحدة باسمها. إن شاء الله تكونوا كامل كامل بصحة وعافية يا رب. اليوم ولأول مرة رايحة نعرفكم بنفسي، نعرفكم صاحبة قناة أرشيتكتور ديزاين، شكون أنا، وين نسكن، وين نخدم، شعل عندي من خبرة في مجال الهندسة في العمل تاعي، لأنه أغلبية التعليقات حابين يتعرفوا عليا. إن شاء الله تكون معرفة الخير، والله راني متشرفة بزاف في وجودكم في القناة، ونفرح بزاف بزاف من نلقى تعليق دعموني فيه وتشجعوني بمواصلة نشاطي في هذه القناة، وهذا كله بما نفشلش، لأنه حقيقة المشاهدة راهي ناقصة بزاف لفيديوهاتي، لأنه مازال ما كانش الدعم الكافي. لازم إعجاب الفيديو والبارتاج هكا باه كاع يستفادوا. فمثلا المرة اللي فاتت درت فيديو بعنوان ممنوع كسر الجدران لسكنات العدل المنجزة وفق نظام أو هيكل لكوفخاشونال، وذكرت فيه المخاطر الذي يسببه هذا الكسر بصح. ومع دعم بعض الأصدقاء الموجودون في القناة، إلا أن الفيديو مازال بنسبة المشاهدة فيه قليلة قليلة بزاف، وهكا ما تقدرش توصل لنسبة كبيرة من السكان اللي عندهم سكنات عدل ولا سكنات منجزة بهذاك السيستم دو كوفراج جورنال. نرجع لموضوعنا اللي هو تعريفي بنفسي، نرجع للأسئلة تاعكم بنعرفكم على صاحبة القناة. نقولكم أنا مهندسة معمارية، خبرة تاع 12 سنة، درست في وهران في جامعة أستو في مجال الهندسة المعمارية، نخدم في مديرية خاصة وظيفة حكومية خاصة بمجالي ودراستي الحمد لله، معانيت كامل بالبطالة، خدمت كملت منا قعدت بالك شهرين ثلاثة نريح من الدراسة وكاع، وبعد اللي خدمت عندي بيغو ديتود بالك واحد المامبا عام، ودخلت الوظيفة اللي أنا فيها حاليا. وين نسكن؟ هذا السؤال اللي تطرحه بزاف، من أي ولاية أنتي وكيف يمكن الاتصال بيكي؟ نسكن في ولاية شلف، حاليا أنا في عطلة سنوية، عندي شهر في العام كونجي، ريحوا شوية من الخدمة ومن العمل، عندي فقط شهر واحد. وهذا الفيديو درت لكم في ولايتي كما راكم تشوفوا، ذهابي لبلدية تنس الساحلية، قلت منها نعرفكم على نفسي، منها نديكم تحوسوا معايا وتتعرفوا على الولاية. بالمناسبة نحكي لكم شوية على شلف. شلف فيها سخانة عظيمة في الصيف، ما على باليش إذا كاين مشتركين هنا راهم يسمعوا فيا من ولاية شلف ولا لا لا. وكثير من الناس يحسبوا ان ما فيهاش بحر، ما فيهاش كاع سواحل، لا لا راكم غلطين. شلف فيها شواطئ بزاف هايلين، مبني حواء للتنس، البوشغال، سيدي عبد الرحمن، المرسى، بحارة، فيها شواطئ هايلين. هذه هي تعريف خفيف على ولاية شلف، ومرحبا بكم اللي حاب يجي يزورنا. لكن للأسف كما تعرفوا كامل مجال السياحة مازال ناقص شوية. بلادنا الجزائر هي زينة البلدان، نتمنى بلادنا تتسقم فيها الأحوال وترجع أفضل وأفضل إن شاء الله. نرجع اللي حابين يتواصلوا معايا شخصيا، نقولكم سمحولي سمحولي طولت عليكم، مازال مفتحت انستغرام خاص بالقناة، لأنه صح ما نخدموش بزاف،
راني رايحة نفتحو فقط على جالكم هذه الأيام إن شاء الله ونبارتاجي معكم. هكا كل واحد عنده اقتراح ولا سؤال في مجال الهندسة ولا ديكور، ولا بالنسبة لبعض الصور تاع منازلكم تبحثوهم لي في ميساج بريفي في الانستا، وهكاك نقدر نتواصل معكم خير وخير خير من في اليوتيوب. ما نقدرش نعطيكم التفاصيل في الكومنتار. اللي نقدر نديرو هي انه نطلع لكم فيديو كيما واني وعده بزاف ناس منكم انه ندلهم تصميم مجاني من عندي. برك عذروني ماهوش عندي الوقت، والله ما كنت مع الخدمه وكاع لا غالب دروك بالك نقدر مين داك ندير تصميم ان شاء الله ونطلع لكم فيديو وتشوفوه. هكا تستفادوا كاع اللي عندهم نفس التفاصيل تاع هذيك القطعه ديال الارض، هما يكون يدو ايدي يدو دي زيدي يدو افكار ان شاء الله وتفيدكم يا رب. ودروك نعطيكم كيف حتى جاتني فكره نفتح قناه على اليوتيوب. عندها عامين هكاك كنت نمر بوقت شوية صامت وظروف ما كاش كاع منها كما نقولوا بالدرجة، أيا قررت نفتح قناة منها نعمر وقتي، منها نخمم ندير حاجة مليحة ومفيدة للناس. هكذا يذكروني على الخير إن شاء الله تكونوا ذكرتوني بالخير. مع البداية كنت ندير فيديوهات عشوائية، إذا لاحظتوا بدون صوت ما كانش كاين كاع صوتي عام وأنا ندير دي فيديو بدون صوت. هكاك وكانوا عندي مشتركين لحد الآن يبحثوا لي ويشجعوني بارك الله فيكم. ما كانش كاين مشتركين بزاف، ما كان كاين والو قليل، كانوا كاينين اسماوات باينين، وبالتالي ما كانش اللي يشوف الفيديوهات. طبعا بشويه بشويه وليت نجتهد في المحتوى وبداو يتعرفوا على القناه الخاصه بالهندسه، وليت ندير تصميمات مجانيه. هنا نفتح قوس انه بزاف مهندسين ما عجبهمش الحال، وبلا ما ننسى مهندسين اخرون لا شجعوني بزاف بارك الله فيكم. ونفرح من نلقى مهندس مدني ولا معماري دخلوا وخلوا لي تعليق مشجع. كاين تاني مشتركين اللي خاطيهم كاع دومان الهندسة يدخلوا ويقولوا لي احنا بدينا نبغوا الهندسة من خلالك انتي. هذو الشكر الخالص لكم، مرحبا بكم مرحبا بكم كامل. كاين تاني بنائين مقاولين، كاين تاني من دول مجاورة من العراق المغرب مصر يدخلوا تاني ويخلوا لي تعليقات ويدعموني بارك الله فيكم ومرحبا بالجميع. هذا تعريف بسيط عني، ان شاء الله يكون الفيديو خفيف عليكم. وصلنا لنهاية الفيديو، نقول لكم بقوا على خير، تهلاو بزاف رواحكم، ربي يعطيكم واش تتمنوا، يعطيكم الصحة والعافية، يخلي لكم العزاز العزاز عليكم وتفرحوا إن شاء الله بهم يا رب. مع السلامة أعزائي، وإلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم.